تي جي في بالنسبه للشعب راه ما غيستافد منه والو، هو في واحد الناحيه ايجابي وواحد الناحيه اخرى سلبي. من الناحيه ديال الايجابي بحال واحد يكون ساكن في كازا ويقدر يقلب على خدمه في طنجه يقدر يدير لا نافيت. اما بالنسبه للفلوس اللي تخسروا عليه راه بزاف ديال الفلوس، كنا نستافدوا منهم اكثر. كون مثلا سبيطارات راه ما عندناش صحه في البلاد، بزاف ديال الحوايج ما عندناش، مسارح ما عندناش، بزاف ديال الحوايج اللي كيحتاجهم الشعب كيما اللي يضيعوا فيهم تقريبا الفلوس بزاف. مع التطور اللي عرفته مدينه طنجه ولا فيها داك طنجيماد والتي هي قطب اقتصادي كبير، كنظن انه كانت واحد القاطعه ما بين الجنوب وما بين الشمال، وكتعرف ان كان باغمي لي بروبليم الكبار اللي كانوا هي الترونسبور. يعني كنا كنشوفوا التران، ملي كنشوف التران كتعرف اربع سوايع ست باغفوا حتى ست سوايع. يعني هنا هو لعب دور في ان ربط ما بين الشمال والجنوب وغيزيد في التنميه ديال الاقاليم الشماليه، ولكن هذه يعني هذا لافونتاج ديالو. لان كنبينو البسيط شويه انه طلع غالي شويه، وان الدوله محتاجه بزاف المرافق، من بينهم المرافق الصحيه، من بينهم التعليم اللي كنشوفوا التعليم متدني يعني كارثه عظمى. هذوك راه مزيان فهمتي، ولكن من الاحسن وكون هذا وكنستثمر في حوايج اخرى صالح المغاربه، كما صانعك السبيطارات، كما مدارس، كجامعات الى اخره. كماليات مثلا فهي في بلاصه الضروريات فهمتي، وهذا الشيء هو ماشي يعني هو دليل يعني واضح على العقليه اللي هي تتصرف الامور. ضروري اختي، لان الاولويات كتسبق الحاجه اللي هي اولويه، ضروره قصوى فحال التعليم، فحال الصحه، فحال البنيه التحتيه، فحال اي حاجه اولى، ومشروع مهم وبصالح المغرب ولكن نشوفوا اللي هي فهمتي ضروريه، حاجه اللي هي ضروريه عادك نشوفوا كماليات، نشوفوا الاولويات عاد نشوفوا الكماليات. من الاحسن يكونوا السبيطارات وداك الشيء اللي مهم يستافد منه بلادنا هو الاول، بعد الترام.